لازلنا أيها السيدات والسادة نتابع هذه الصور التي تأتينا من وحدة النقل الخارجي في مسجد الدولة الكبير لتقبل العزاء بشهداء الوطن، حيث يتقدم المعزين معالي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق علي الغانم ومعالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح، ومعالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد يعقوب عبد المحسن الصانع، ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، ومعالي وزير الدولة لشؤون الإسكان الأستاذ ياسر حسن أبل، جانب آخرين قلنا لأحد الأشقاء من سلطنة عمان الشقيقة، ويبدو من خلال الصورة توافد المعزين لمسجد الدولة الكبير. هذه الصور التي تعكس دون أدنى شك مدى نبذ المجتمع الكويتي لهذه الظاهرة الغريبة الأطوار، الظاهرة المستنكرة. فمجتمع الكويت ليس مجتمع الإرهاب، مجتمع الكويت ليس مجتمع البغض، مجتمع الكويت ليس مجتمعا لفئة اختارت أن تنصب نفسها متحدثا باسم عقيدة غريبة لا نعرف أين تبدأ وأين تنتهي، وإن نسبت نفسها للإسلام فالإسلام منها براء براء براء. فإن دل القرآن الكريم في العديد من آياته على حرمة دم الإنسان، فهو يدل أيضا على شدة حرمة دم المسلم، فما بالك إن كان في شهر رمضان المبارك لأناس يؤدون صلاتهم في بيت من بيوت الله، فكيف يمكن أن يوصف هذا الفعل الدنيء من فئة غريبة دخيلة تسمي نفسها مسلمة والإسلام بعيد كل البعد عن هذه العقيدة الفاسدة المفسدة التي تستهدف أرواح الأبرياء من مسلمين مصلين صائمين؟ أين هو الإسلام في هذه الفعلة الدنيئة؟ أين هو الإسلام في قتل النفس التي حرم الله؟ لا نعلم أي إسلام يدعون، لكننا متأكدين أن الإسلام هو إسلام السماحة وإسلام المحبة الذي ورثناه عن رسولنا الكريم برسالة سماوية سمحاء بوحي من الله عز وجل لرسوله الكريم محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. لم نرى ولم نشهد ما يدل على انتماء هذه الفئة البغيضة المنحرفة للدين. ونحن نتابع هذه اللوحة الكويتية من تقديم العزاء لشهداء الوطن، شهداء الكويت الذين
ذهبت أرواحهم إلى الباري عز وجل وهم ساجدون له صائمون في شهر رمضان المبارك وفي يوم جمعة. أرحب هنا في الاستوديو بالشيخ محمد كرم الشيخ والخطيب الذي ينضم إلينا هنا في الاستوديو، ودكتور مبارك البغيلي الكاتب الصحفي، فأهلا وسهلا بكما وأهلا بكم في هذا الاستوديو الذي ننقل من خلاله مشاعر الكويت ومشاعر أبناء الكويت بهذا المصاب الجلل الذي دون أدنى شك هز قلوب جميع الكويتيين. أبدأ مع الشيخ محمد كرم. شيخ محمد، يعني ردت فعل المجتمع الكويتي على هذا الفعل النكرة أو الفعل يعني البعيد كل البعد عن تعاليم ديننا الحنيف، كيف يمكن أن نعلق على هذه الجموع التي أتت لتؤازر ولتقف جنب إخوتنا من ذوي الشهداء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. هذا المنظر الذي نراه الآن والذي رأيناه أمس في المقبرة والذي رأيناه أول أمس في بنك الدم تجسد مقولة ما في الآباء ترثه الأبناء. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على وحدة الكويتيين منذ أيام الأزل، منذ أن تأسست الكويت، منذ أن صارت الكوت، فكان المجتمع مجتمعا متماسكا كالبنيان المرصوص، وهم الذين بنوا السور، وهم الذين دافعوا عن الكويت بدون أي مسميات، بدون أي طوائف وتقسيمات طائفية أو تقسيمات اجتماعية، كانوا فقط كويتيون، السني الشيعي البدوي الحضري، كلهم كانوا يد واحدة يبنون السور، كلهم كانوا يد واحدة لرفعة الكويت وسمعة الكويت، لأن هذا الشيء دخيل على المجتمع الكويتي ودخيل على الشعب الكويتي. لذلك مجرد ما أن سمع الشعب الكويتي هذا الخبر هبوا إلى المكان، استنكروا، ذهبوا إلى بنك الدم، وكان على رأسهم وعلى رأس المتواجدين حضرة صاحب السمو أمير البلاد. عندما سمع هذا الخبر أتى بنفسه، ونلاحظ كذلك التفجير حصل أيضا في فرنسا في نفس الساعة وفي نفس اليوم، وحصل أيضا كذلك في تونس في نفس الساعة وفي نفس اليوم، لكن ما سمعنا في هذه الانفجارين أو بأي انفجار حدث رئيس حصل جاء رئيس مثلا رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الدولة أو رئيس أي دولة من تلك الدول إلا في دولة الكويت. وأيضا لم يعزينا العالم، لم يعز تونس ولم يعزونا أوروبا أو فرنسا إلا أصبح العزاء في الكويت، لأن هذا البلد بلد الإنسانية بعيد كل البعد عن هذه الجرائم الإرهابية. فلذلك المجتمع بأكمله استنكر واستنكف هذا العمل الإجرامي البغير. نعم دكتور مبارك البغيلي، حضور سمو أمير البلاد خلال دقائق من يعني الانفجار بمجرد علمه بهذه الفعلة الدنيئة أتى بنفسه للإطمئنان على سير عمليات الإنقاذ ومتابعة ما الذي حدث، ما الذي يعكسه لرجل يعني بهذا المقام يأتي لمكان بهذه الخطورة لدرجة أنه هناك أو من يعني أفراد الداخلية أو حتى الحرس الأميري قالوا أنه حتى الحراسة أصلا لم تكن مرتبة، يعني هو من تلقاء نفسه ذهب غير آبه حتى بأمن المكان وبترتيب الحضور، بدل أنه حضر خلال يعني أقل من نصف ساعة من علمه بالانفجار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. يعني الحدث صراحة جلل، وبداية نعزي أنفسنا ونعزي الشعب الكويتي وعلى رأسهم صاحب السمو بشهدائنا الأبرار. هذا حضور صاحب السمو حفظه الله هو حضور والد، الوالد المفجوع على أبنائه، حتى أن صاحب السمو حضر قبل أهالي سواء الشهداء أو سواء المصابين. لذلك حضور صاحب السمو لم يكن حضورا رسميا، لم يكن حضور أمير دولة إلى شعبه، حضر أب لأبنائه. لذلك الحادثة
ولنتساءل كيف حضر صاحب السمو بهذه السرعة. صاحب السمو حفظ الله ورعاه بعد أن صلى الظهر أخذ يقرأ القرآن في المسجد، وهو قاعد يقرأ القرآن في الظهر جاء من 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 الأشخاص المحيطين فيه فبلغوه، قالوا له ترى في حادث صار في المسجد الإمام الصادق. مسجد الإمام الصادق. فعلى طول هو هب وركب سيارته وقالوا له يا طول العمر ترى فيه خطر. قال شو اللي صار؟ قال في انفجار. قال أنتم تكلموني عن انفجار، أنا أقول لكم عيالي اللي صار فيهم الحادث. لذلك صاحب السمو في نفس الوقت هو كان متواجد في المسجد القريب من القصر، قصر صاحب السمو، ويقرأ قرآن وبلغوه في هذه الساعة. فأخذ على طول طلع من المسجد وتوجه لأبنائه، كأنك أنت مبلغ شخص عن أبنائه وليس أمير عن حادث وقع لمجموعة من أفراد شعبه. لذلك هذا يجسد ويعكس أن صاحب السمو ليس أمير دولة، هو أب لشعب. أنت تتكلم عن فاجعة أب بأبنائه. لذلك هذا الحضور اللا رسمي اللا مرتب بدون أي رتوش، بدون، وحتى يعني لما رأى صاحب السمو ما حدث في المسجد يعني دمعة نزلت منه لهول الحادث اللي حدث. يعني ترى التفجير في المساجد والتفجير في الركع السجود سبحان الله، يعني دائما من يتسبب في هذا الحادث هم شر خلق الله، ومن يتوفى في المساجد هم خير خلق الله. لذلك لو قرأنا التاريخ أول من يقتل في المسجد هو سيدنا عمر رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤ المجوسي، ثم بعد ذلك سيدنا علي كرم الله وجهه، قتله ابن ملجم الخارجي لعنه الله. فلاحظ أنت كيف قتل سيدنا عمر رضي الله عنه وكيف قتل الإمام علي كرم الله وجهه، قتلوا في المسجد وبنفس الطريقة، أبو لؤلؤ مجوسي وهذا خارجي، والآن من يقتل هؤلاء السجد الركوع هو خارجي. لذلك هؤلاء كلاب النار، لا يتورعون عن جريمة ولا يترفعون، يقتلون السجد الركوع. يعني أنا ما هالني هو المنظر، وأعتقد أن الجميع رآه، وقوف، أنت تقف وتريد أن تقتل شخص وأنت تراه راكع لوجه الله عز وجل، وتعلم أنك محمل متفجرات وتريد أن تفجر فيه. لذلك التوجه اللي الإنسان هذا عندما رأى هؤلاء الركع السجود لم يتورع من دين ولم يتورع من إنسانية. يعني احنا قرأنا التاريخ وعرفنا الإسلام وماذا جاء الإسلام به. الإسلام الخلفاء والقادة المسلمين كانوا يقولون لا ترهبون راهبا ولا تقطعون شجرة ولا تقتلون امرأة ولا تقتلون طفلا ولا تقطعون شجرة. دكتور، بالغير المسلمين ولا تقطعون شجرة. أنت ترى شخص ساجد لوجه الله، أعتقد أن نحن أمام أمر جلل. وهذا الأمر الذي أوصل هذا لا إنسان، لأن أعتقد من كان فيه ذرة من الإنسانية لا يمكن أن يقدم على هذا الفعل. لذلك نحن يجب أن نعالج الأمر من جذوره، كيف وصل هذا لا إنسان المخلوق هذا لهذه الدرجة من الإجرام، كيف وصلت فيه. لذلك يجب أن لا نكون يعني نحن دائما في ردود فعل، لا، يجب أن ندرس هذه الحالة ويجب أن نعالجها من جذورها حتى لا يكون هناك آخرون. نحن لسنا على استعداد أن ندفع دماء كل شهر أو شهرين أو فترة من الزمن. طبعا. لذلك أعتقد أن من قتل في هذا المسجد مثل ما مر على التاريخ هم خير خلق الله، ومن قتلهم هو شر خلق الله. اسمح لي بأن أتجه إلى الشيخ محمد كرم. شيخ محمد، بالنسبة لفعلة كهذه تؤدى كما قال الدكتور مبارك لمؤمنين ساجدين، ونحن كما تفضل الدكتور مبارك أيضا وقال بأنه انتشرت يعني بعض الصور ربما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لهذه المناظر التي قد لا يحبذها البعض لكثرة الألم فيها ولكثرة الاستغراب. يعني أنت أتيت إلى مكان هو مكان للعبادة، مكان للصلاة، مكان تقام فيه صلاة الجمعة، أنت ستفجر نفسك أولا يعني في وقت صلاة الجمعة؟ هذا دليل على أن المفجر أصلا لم يؤدي صلاة الجمعة، لم يكن هناك وقت له لأداء صلاة الجمعة. ومن يعني استشهدوا في هذا الحادث هم أناس كانوا ساجدين في بخلال صلاتهم لله عز وجل في خلال صلاة الجمعة. أي عقلية ممكن أن تكون مغيبة إلى هذا الحد لمثل هذا العمل؟ وكيف يمكن أن ينفذ شخص
بهذه القسوة وبهذا لنقول الجهل تمام ادعاء للإسلام. يعني الله سبحانه وتعالى عندما خلق الدنيا خلق آدم هو عنوان الخير والسلم والنبوة، وخلق إبليس هو عنوان الشر والفساد والظلم. فقال الله سبحانه وتعالى: إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وما قال، وكان لم يقل من العاصين أو الفاسقين، بل قال كان من الكافرين لأنه ما سجد لله. هؤلاء الآن في بيت من بيوت الله وفي أفضل حالة، وهي حالة السجود، كما في الحديث أن أشد حالة على إبليس حالة الإنسان المسلم المصلي في حالة السجود، فكانوا في حالة السجود. وفي شهر من أفضل أشهر الله شهر رمضان، وفي يوم من أعظم أيام الله وهو يوم الجمعة، ماذا تنتظر إذن؟ أما سألت نفسك قبل أن تقدم على هذا العمل الجريم البشع الشنيع، أما سألت نفسك لمن هؤلاء يسجدون؟ إلى أين يتجهون؟ ألم يتجهوا إلى مكة؟ ألم يتجهوا إلى البيت؟ ألم يتجهوا إلى القبلة؟ فإذا أنت تقتل الإسلام، أنت تقتل الصلاة. هؤلاء ناس في محرابهم، وكلمة المحراب مأخوذة من الحرب، أي أنهم يحاربون الشيطان، وأنت أتيت تجسد لمن واليته وهو إبليس الذي لم يسجد لله، أتيت تكمل مسيرته. الله سبحانه وتعالى يقول أسجد ولم يسجد، وكذلك هؤلاء سجود في يوم الجمعة وأنت لم تسجد، بل قتلتهم. حتى إبليس يمكن يعني فيه شوي، خلينا نقول نصح التعبير، فيه طيب أكثر منه. إبليس على الأقل قال أنا ما أسجد لآدم بس ما أقتله، ولا عنه. لكن هذا مو فقط ما سجد، هذا ما سجد وقتل، وأراد سبحان الله أن يفضح هذا التنظيم، هذه الأعمال. الله سبحانه وتعالى أراد أن يفضح هذا التنظيم للعالم أجمع، سواء العالم الإسلامي أو العالم النصراني، بأن هؤلاء لا دين لهم، هؤلاء ما يمثلون الإسلام، الإسلام بريء منهم، كما فعل الله مع إبليس. إبليس كان مع الملائكة، كان يسمى طاووس الملائكة، فلما أراد الله أن يفضحه، الملائكة كانت تعتقد أن إبليس هو واحد منهم، فقال أسجد لآدم، قال ما أسجد. سأله الله لماذا لا تسجد؟ قال لأنني أفضل من، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال استكبرت أم كنت من العالين؟ فالله أراد أن يفضح إبليس عند الملائكة بأن هذا ليس منكم، وأبلس من رحمة الله عينا هذا الشيء. ودليل على كلامي بأن هذا التنظيم لا يعرف هدفه، ليس الشيعة فقط، قد تكون الشيعة بالدرجة الأولى، ولكن أيضا هدفه الإسلام ككل. آدم من الشيعة والسنة. نعم. أيضا في العراق بدليل داخل، ليس في العراق فقط، في هذا اليوم تنظيم، في نفس هذا اليوم يوم الجمعة قتل من المسلمين الشيعة في الكويت، وقتل من المسلمين السنة في تونس. نعم. وقتل من الناس من الإنسانية، قتل في أوروبا في فرنسا. نعم. أكثر من 15. فإذا هو عدو للإنسانية، والإنسانية نحن نتعامل بالإنسانية قبل أن نتعامل بالأديان والإسلام، ديننا دين الإنسانية قبل أن يكون دين الإسلام. وهذا أيضا تنظيم خطر، بحيث أنه منظم، يريد أن يقول للعالم ترى أنا تنظيمي تنظيم منظم، في نفس اليوم وفي نفس الساعة قد وصلنا إلى آسيا، ووصلنا إلى أفريقيا، ووصلنا إلى أوروبا فرنسا. وأيضا إشارة إلى المسجد الإمام الصادق، إشمعنا الإمام الصادق؟ لماذا؟ هذه رسالة إلى الكويت، رسالة إلى البلد، إلى الوطن، بأننا نحن قريبون من البورصة، قادرين أن نضرب البورصة، الاقتصاد الكويتي قادرين أن نشل الاقتصاد الكويتي. فإذا لابد الآن أن نتكاتف كشعب، نتكاتف كمواطنين يدا واحدة ضد هذا الإرهاب، ضد هذا الفيروس الذي يحاول أن يجتث في أجسامنا، وعلينا أن نكون نحن المضاد. المضاد ما هو المضاد الحيوي؟ تكاتفنا ووحدتنا. نعم. هو هذا المضاد لقتل الفيروس. شيخ محمد، يعني تدليلا على كلامك، في رواية عن أنس رضي الله عنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. بمعنى أنهم أصبحوا مسلمين. صحيح. فإن كنت أنت يعني تختلف أو تتفق بفقه عقائدي، لنقل قد تختلف طريقة أداء الصلاة بشكل أو بآخر، ما هو أيضا لدينا يعني في السنة مذاهب، وفي مرجعيات الشيعية. صحيح. أيضا هناك اختلافات، لكن كلها اختلافات فقهية تنشط لرؤيتها بأنه هذا هو الأصح
فقط لأداء العبادة، ولا تعني الإقصاء ولا تعني الإلغاء. فهنا أسأل دكتور مبارك، هذا الفكر الإقصائي الذي وجدناه ينبثق أصلا يعني من تنظيم، هو تنظيم القاعدة الذي بدأ ينشط من ربما أواخر الألفية الماضية، وخلال هذه الألفية وجدنا حتى انشقاقات داخل ذات التنظيم، يعني هم كلهم ولادة ربما لتنظيم القاعدة. كيف يمكن أن تفصل لنا يعني هذه الانشقاقات وهذا التعنيف وهذا ربما التزمت بآراء قد تكون أصلا لا علاقة لها حتى بالإنسانية قبل الإسلام؟ الآراء التي يتبناها هذا التنظيم هي أصلا ليست موجودة في الدين أساسا. يعني هذا التنظيم هو ليس تنظيم ديني، هو تنظيم سياسي يحاول أن يرتدي الرداء الديني والمذهبي الذي يراه يخدم هدفه السياسي. لذلك هو يحاول أن يظهر بأنه مظهر المدافع عن السنة في العراق وسوريا، ويظهر بمظهر المدافع عن السنة أيضا في الخليج وفي السعودية وفي الكويت. لذلك هو هذا التنظيم هو ليس تنظيم ديني. لذلك هو لم ينشأ تاريخ، ليس له تاريخ. هذا التنظيم هو نشأ في ظروف سياسية معينة. أنت عندما تنشئ حزب سياسي يجب أن تتبنى أفكار معينة حتى يكون لك مريدين. لذلك هذا التنظيم تبنى أفكار معينة حتى يكسب مريدين، تبنى أن كل من هم خارج هذا التنظيم هم كفار. على سبيل المثال هم يعتبروني أنا وياك والثاني والناس هذه كلها كفرة، او يعني اما هم في 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 منزله الكافر او في منزله المرتد. من هم خارج هذا التنظيم هم لا يخرجون عن اثنان، اما ان يكون كافر او مرتد. يعني هم ينظرون لاهل السنه والجماعه بانهم مرتدين، وينظرون للشيعة مثلا بانهم كفره، وينظرون للفرق الاسلاميه التي لا توافقهم بانهم كفره. المرتد هو في حكم الكافر بالضبط. فهو يعني من خارج هذا التنظيم ومن لم يؤيد هذا التنظيم ولم يبايع هذا التنظيم هو مرتد. نحن رأينا علماء سنة يقتلون من قبل هذا التنظيم. من قتل من السنة بأيدي هذا التنظيم هم أكثر بكثير من أي فئة أخرى. لذلك هو حربة ليست على السنة على الشيعة ولا على أي فئة أخرى ولا السنة، هو على الإنسانية أصلا. لذلك من يخالف هذا الحادث هو ليس حادث ضد فئة معينة أو طائفة معينة، هو حادث ضد الإنسانية، ضد الإنسانية. يعني هي جماعة سياسية، جماعة سياسية متبنية أفكار معينة حتى يكون لها مريدين. يعني قبل قليل الشيخ محمد كرم يعني قال أنه الإشارة لتفجير مكان كمسجد الإمام الصادق هي إشارة أيضا إلى أنه نحن قريبون جدا من البورصة الكويتية، قريبون من الاقتصاد، قريبون من قلب العاصمة. هذه بإشارة يائسة إلى حد كبير، بدليل أنه يعني تمكنت وزارة الداخلية مشكورة وكل القيادات والضباط والأفراد بوزارة الداخلية خلال يعني ما يقارب 24 ساعة إلى 36 ساعة، لم تكتمل حتى 48 ساعة، من التعرف عليهم وإلقاء القبض عليهم، وهناك أيضا منهم مخططون لهذا الفعل. لكن شيخ محمد يعني هذا العمل ربما كما يقال رب ضارة نافعة، لكنه عكس لنا وأدركنا قليلا قد نكون في غفلة في فترة ما، وقد تكون التجاذبات السياسية التي يعني حلت بالكويت لعدة أشهر ربما تجاوزت العام حتى، قد تكون يعني استمالت البعض أو بعض التنظيمات السياسية برأي يخالف لرأي الحكومة مثلا أو يخالف لرأي الفئة الأخرى. لكن استغربنا أنه وحدة الكلمة أصبحت هي السقف، حتى أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي هناك من المواطنين الوعين، ونحن بحمد الله يعني كمجتمع يعد مثقفا مقارنة ببعض المجتمعات الأخرى، يعني هناك من يقول لا تصدق
كل ما يقال إلا من خلال جهاز رسمي هي وزارة الداخلية أو وزارة الإعلام في الكويت. شهدنا أيضا انضمام وسائل الإعلام. ما الذي يعكسه يعني هذا التصرف من قبل شعب كردة فعل سريعة قد لا نكون بحاجتها ولكنها ذكرتنا وإن فقدنا أعزاء على قلوبنا؟ طبيعة الكون يكون فيه تراخي ونسيان. أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام يقول أن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فاهدوا إليها طرائف الحكمة. مثلا عندما تشتري منضدة لها براغي، مع الأيام هذه البراغي ترتخي، تحتاج إلى شد هذه البراغي. الكويتيون أهل وحدة، لكن قد في أحداث سياسية مشحونة إلى آخره، حزب جماعة تيار، قد يتراخى هذا الشيء. ومتى يقوى هذا الالتحام؟ عندما تحدث الأزمات. المجتمع الكويتي تقويه الأزمات ولا تضعفه، كما حدث في الغزو، وبيت الجرين خير شاهد على هذا الكلام، السور خير شاهد على ما نقول. هذه المعارك التي حدثت، الدماء، دماء المسلمين الكويتيين شيعة وسنة وبدوا وحض، اختلطت واندمجت وتمازجت مع بعضها البعض. ولذلك هذا ما أكدته هذه الحادثة البغيضة، بأن شعب الكويت شعب متلاحم. يعني السنة والشيعة كليتان في جسم واحد، عينان في وجه واحد، في رأس واحد. ما تستطيع أن تلغي عين على حساب أخرى. البدو والحضر كماء البحر وتراب البحر، لا تستطيع بأن تسحب الماء بحيث أن تفصله عن التراب، ولا تستطيع أن تسحب التراب وتفصله عن الماء. هذا النسيج الكويتي. أنا لدي اقتراح بعد هذه الحادثة، كما أصبح هناك رمزا وهو بيت الجرين، لابد أن يكون هناك مسجدا في العاصمة، يبنى هذا المسجد، يكون مسجدا في العاصمة اسمه مسجد الكويتيين، يعنون بهذا العنوان مسجد الكويتيين. كل جمعة، جمعة من الجمع، إمامة الصلاة تكون بإمام سني، وإمامة صلاة الجمعة الأخرى تكون بإمامة شيعي. كما هناك بيت الجرين يسمونه بيت الكويتيين، بيت الكويت، كما أن هناك مسجد اسمه مسجد الدولة، فإذا لابد بعد هذا الحدث مسجد يكون مسجد اسمه مسجد الكويتيين، حتى نعطي رسالة لكل من تشفى ولكل محمد. يعني تعلم أنه حتى خلال يعني شعائر الحج يكون هناك تعاون بين الحملات الكويتية من نعم. سنة وشيعة، صحيح. باختلاف يعني الفتاوى الفقهية لديهم، هناك من يريد المبيت إلى فجر اليوم الآخر، وهناك من يمكث طول اليوم في منى، فيكون هناك أيضا تبادل وتعاون بين الحملات بين سنة وشيعة. لكن التكوين المجتمعي دكتور مبارك، تعلم أنه لا يوجد مجتمع أصلا يقتصر على يعني فئة واحدة أو عرقية واحدة. حتى النازية في أيام الحرب العالمية الثانية لم تكن أصلا مقتصرة، بل اضطهدت جزء من المجتمع على حساب النازية أو على حساب تفضيل فئة على أخرى. ما أريد الوصول إليه أنه التشكيل المجتمعي بطبيعة الحال هو مختلف، لكن المنحة هو منحة وطني واحد، يعني كلنا ولدنا على هذه الأرض، كلنا وإن يعني اختلفت العرقيات لكن يبقى القلب كويتي. أنت لا تستطيع أن تغير تكوينك، يعني لا تستطيع أن تغير انتمائك، لا تستطيع أن تغير مذهبك ولا دينك، يعني أنت خلقت هكذا، لكن يجب أن يكون هناك تعايش. لذلك المسجد الكبير الآن هو يجمع مسجد الدولة، مسجد الدولة، الدولة بمعنى أنها لكل الطوائف ولكل المسلمين ولكل مجتمع كله. لذلك اليوم المسجد الدولة هو يجمع الجميع، هو حاضنة اليوم جميع أهل الكويت. العزاء اليوم أين العزاء الآن؟ هو في مسجد الدولة. أين الناس تتلقى عزاءهم؟ هو في مسجد الدولة. من على رأس هذا العزاء؟ هو والد الجميع الذي حضر قبل الجميع في مكان الحادث. لذلك أعتقد أن نحن المسميات والالتحام، أنا أعتقد من وجهة نظري أن الكويتيين تجاوزوا هذه
هذه الأوضاع معينة. أعتقد أن الكويتيين ليسوا بحاجة الآن لأي شيء وحده. يعني نتحدث عن أكثر من 250 سنة. لا الحوادث أثبتت. لذلك نحن اليوم لا نبحث عن أحد يوحدنا. نحن موحدين طبيعيا. يعني شوف الناس في 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 السراء ممكن أن يتفرقون، يعني ممكن أن يكون لهم أوجهة نظر معينة، ممكن أن كل واحد يكون في بيته ما يجون بعض. لكن أنت متى تعرف بطبيعة الناس؟ عندما يحتاج البعض. الناس لا يجمعهم إلا شيء، أما الحاجة أو الخوف أو المصيبة. الخوف والمصائب، الخوف والمصائب هي التي تجمعهم، والحاجة. الكويتي الحمد لله ما فيهم حاجة، لكن المصائب، عندما تقع المصائب لم نرى أي كويتي أو أي مجموعة من الكويتيين تتشفى أو تحاول أن تظهر بمظهر أن والله هذا إحنا ما لنا العلاقة. لا، المصاب كان مصاب الجميع، العزاء كان عزاء الجميع، الشهداء لفهم علم هذا الوطن، علم الكويت هو من لف ودفن مع هؤلاء الشهداء. لذلك نحن أعتقد أن الكويتيين، بل أجزم أن الكويتيين ليسوا بحاجة لأي شيء يعني ممكن أن يسعى لتوحيدهم، لأنهم موحدين. ولكن أنا أعتقد أن نحن بحاجة لمن يحارب هذه الأفكار الدخيلة علينا. أنت انظر لمن يقوم في هذه الجرائم، تجد عمره لا يتجاوز، مستحيل أن تجد واحد عمره يتجاوز 30 عام، في العشرينات، في سن الحماس، في سن الحماس وفي سن عدم النضوج. لا يمكن أن تجد واحد عمره 30 سنة أو 40 سنة رجل عاقل يقوم في هذه الجرائم. لذلك نحن يجب أن ننتبه. أنا متأكد أن من وراء هذا المجرم هما ناس مخططين لهذا الجرم. فنحن يجب أن ننتبه كيف وصل هذا اللا إنسان لهذه الدرجة من الكراهية ومن الحقد ومن التفجير في نفسه ومن الاعتقاد الذي يعتقد أنه سيذهب فيه الجنة. لذلك نحن يجب أن نحارب هذا الفكر. ما لم نحارب هذا الفكر، نعم هو هذا الفكر يأتينا من الخارج، ولكن يجب أن نحصن الداخل. يجب أن نعلم، أن نعرف حلقات الذكر، أماكن العبادة، شنو اللي قاعد ينقال فيها، شنو اللي قاعد يدرس فيها، هل هناك أي شيء يطرح في هذه في هذه الأماكن ممكن أن يصل للكراهية؟ إذا كان هناك أي طرح في أي مكان، خاصة دور العبادة وحلقات الذكر التي توضع، هذا الشخص لا يمكن أن جاء بين يوم وليلة وفجر نفسه. أكيد أنه مهيأ لسنوات حتى يكون في هذا الوضع، أو مغيب. مغيب، هو أخذ. يعني نحن نعلم الواحد، الناس أكثرها على فطرتها عندما يذهب ولده للمسجد والمكان عبادة يقول والله زين ولدي راح يصلي، راح يتعبد ربه. هذا لا يعلم أن هناك أناس يحاولون أن يجندونه. بعد سنة سنتين هذا الأب لا يستطيع أن يوجه ابنه، ابنه أصبح معلق بأصحاب الفكر. لذلك أنا أعتقد أننا يجب أن نكون واعين، وهذا هذا أولا على الدولة ثم على العوائل. يجب أن تنتبه، ابنك وين رايح، ابنك وين قاعد يتعلم، ابنك وين شنو اللي قاعد يتلقاه في هذه الأماكن. لذلك أعتقد أن من عمل هذا العمل هو درس وقس المخة. نحن لا نتكلم عن دول أخرى، ما يحدث في الدول الأخرى هذا شأنهم، نحن نتحدث عن ما يحدث داخل الكويت. كيف وصل الشباب على أرض الكويت، سواء كويتيين أو بدون أو غيرهم، على هذا الأرض؟ الإرهاب لا دين له ولا مذهب ولا عرق، ما في أحد. الإرهابي إرهابي مقصول مخة. لذلك أعتقد أن الدولة عليها مسؤولية كبيرة. لا تحدثني عن مثلا يقول لك حماية المساجد، لا، حدثني عن الناس هذه وين قاعدة، حدثني عن من ينقل الأفكار، حدثني عن أبنائنا لما يروح المسجد ولا دور العبادة شنو قاعد يسوي، من اللي قاعد يلقيه. يجب أن تكون هناك وسيلة رقابة ثقافية، وسيلة رقابة سواء من العالم أو سواء من الدولة. دعنا دكتور نشير أيضا إلى الجهود التي تبذل ونحن نشاهدها على الشاشة في مسجد الدولة الكبير من قبل يعني وزارة الصحة بحضور الإسعاف والتنظيم، ووزارة الداخلية والإدارة العامة أيضا للإطفاء، وإدارة مسجد الدولة الكبير، يعني يستحقون الشكر
لهذا الترتيب وهذا العمل الجبار باستقبال هذه الحشود الغفيرة التي أتت لتقديم واجب العزاء بشهداء الوطن. أشير أيضا إلى مجموعة رأيتهم من خلال الشاشة من الكشافة والجوالة هنا في الكويت الذين يقدمون ربما خدمة النقل حتى بالكراسي المتحركة. شيخ محمد، تحدث الدكتور مبارك عن الفكر المنحرف، نحن فعلا يعني يجب أن نكون حذرين، ولكن الآلية التي قد يستغلها البعض بنشر هذا الفكر المنحرف من خلال دور العبادة، من خلال المساجد، من خلال الحسينيات، يعني التيار الراديكالي أو المتشدد في كل المذاهب هو تيار دائما لا يرى إلا نفسه. فإذا ما تحدثنا عن طرق العلاج الممكنة هنا في الكويت، خصوصا وأنه مجتمع الكويت هو مجتمع يعني متسامح بطبيعته، مرن، مجتمع يعني الحد الثقافي هو عالي إلى حد كبير مقارنة يعني بدول أخرى قد لا يعني تسعفهم ربما الفرصة للتعليم بقدر الفرصة هنا في الكويت، كيف يمكن معالجة هذه الظاهرة؟ من خلال أيضا دور وزارة الإعلام، لها دور كبير، هي المنبر الإعلامي المنتشر في كل بيت، وزارة الإعلام سواء بتلفزيون الكويت كالإذاعة الرسمية أو المحطة الرسمية أو القناة الرسمية للدولة أو المحطات الأخرى. قد لا أستطيع أن أراقب ماذا يحدث في المسجد، ولكن أستطيع ماذا يحدث أمام الشاشة، إن الشاشة موجودة في كل بيت. لابد من تداول وتدارس سيرة الأنبياء والرسل والأئمة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نعرف هؤلاء كيف تعاملوا مع أعدائهم قبل أن يتعاملوا بلطف مع أوليائهم. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يفتقد هذا الكافر الذي كان يؤذيه، ولما صار زمام الأمر بيده ما انتقم منه، نعم، بل تفقد بهذه الطريقة دخل الإسلام. لكن الآن ما نشاهده من داعش وغير داعش في بلدان أخرى الذين فيهم المسلمون أقلية يقتلون المسلمين، لابد أن نلقي نظرة على سيرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. عندما رأى نصرانيا يستجدي قال ما هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين نصراني. قال لم أقل لكم من هذا أو ما دين هذا، قلت لكم ما هذا، شو اللي قاعد أشوفه؟ فقير يستجدي في دولة علي بن أبي طالب؟ ألما كان شابا استخدمتموه ولما كبر تركتموه؟ اصرفوا له من بيت المال. علينا أن نأخذ هذه العبرة من الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما قال لو قاتلوا أبي استأمنني على سيفه لكنت أمينا عليه، أن نطبق حديث النبي عندما قال لمن إذا أعطي لواء الأمن أو الأمن والأمان لكافر ثم غدر به أعطي يوم القيامة لواء الغدر وكتب على جبينه آيس من رحمة الله. علينا أن نتدارس هذه الأمور في خلال القنوات الرسمية في الإذاعة أو التلفزيون. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى ما يقول كالأنعام بل هم أضل سبيلا، شنو معنى الآية هذه؟ يعني ممكن الإنسان صاحب عقل وصاحب إدراك يكون كهذا الحيوان الذي يمشي، بدليل الفيل، الفيل حيوان عندما وجهوه لهدم الكعبة تراجع، صحيح وهو حيوان. هذا الهدهد استنكر بأن هناك امرأة وقومه يسجدون للشمس من دون الله، وهذا يفجر في أناس يسجدون لله. النملة التي كلمت سليمان، لماذا كلمت لماذا كلمت النملة؟ قد ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. سليمان كلمها كما موجود في التفاسير، قال يعني هل تعتقدين بأنني لم أراك أنا وجيشي؟ قالت لا، أنا أعلم بأنك رأيتني ورأيت النمل، ولكن خشيت من أن النمل ينظرون إلى هيبتك فينشغلون بهيبتك عن ذكرهم لله، وهذا في يوم الجمعة يفجر في المسلمين. فإذا لابد من خلال قنواتنا، من خلال الإذاعة، من خلال جامعة الكويت، من خلال وزارة التربية، يعني يحز بالنفس. والآن كما قرأت في أحد المواقع الإخبارية حقيقة بادرة جيدة، بادرة طيبة، نشكر ونشد على يد هذا الوزير، وزير التربية، بأن سوف تنقح بعض المواد التي تدعو إلى الشرك والطائفية والعنصرية في البلاد، في من خلال أن زيارة المقابر شرك 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 إلى آخره. زين، أولسنا في العيد تفتح المقابر للسنة والشيعة، صحيح ولا مصر؟ صحيح. زوروا المقابر فإنها عظة وعبرة. فإذا هذا أمر دخيل
على الإسلام زيارة القبور فإنها عظة وعبرة، كما كان في الأدب العربي وكما كان في الأدب الجاهلي وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا النبي في السابق منع زيارة القبور ومن ثم أعاد بزيارتها؟ قال قد منعتكم عن زيارة القبور فالآن زوروها. لماذا؟ لأن في السابق لم يكن لدينا تراث من المسلمين من الشهداء، لكن لما صار هناك تراث في غزوة بدر وغزوة أحد من الشهداء المسلمين، هذا المسلم يذهب ويزور. اسمح لي يعني الشيخ محمد أشير إلى أنه السيد مقتدى الصدر الذي يقوم بزيارة للبلاد يحضر الآن إلى مجلس العزاء مصافحا لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، و عدد من الوزراء يتحدث الآن إلى معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح وإلى جانبه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء معالي محمد عبد الله المبارك الصباح، يقدم واجب العزاء للسادة الوزراء الحاضرين إلى جانب ذوي الشهداء وأسر الشهداء الذين يتلقون العزاء في مسجد الدولة الكبير. يتبادل الحديث إذن السيد مقتدى الصدر الذي حضر من العراق الشقيق في زيارة رسمية، يحضر الآن إلى مجلس العزاء في مسجد الدولة الكبير لتقديم واجب العزاء. نتابع إذن الدكتور مبارك، إذا ما تحدثنا عن طرق المعالجة، تحدثت أنه طرق المعالجة يجب أن تكون من خلال يعني طرق علاجية، طرق استكشافية أكثر منها طرق تابعة أو كردة فعل. ما هي ربما وسائل ممكنة قد يعني تقوم بها سواء وزارة الأوقاف أو إدارة المساجد بوزارة الأوقاف ليكون المسجد مسجدا لله ولا يكون مستغلا من قبل جماعة أو من قبل تيار معين أو من قبل فكر منحرف قد يستغل هذا المكان الطاهر، قد يستغل بيوت الله لبث هذه الأفكار المنحرفة عن المجتمع الكويتي وعن الإسلام بشكل عام؟ هو يعني دائما أنا أركز على أن الموضوع موضوع فكر، لذلك الفكر أما أن يأتي من المنزل وهذا مسؤولية العائلة، أم يأتي من المسجد، أم يأتي من المدرسة، أم يأتي من وزارة الإعلام. إذا تكلمنا عن وزارة الأوقاف مثلا، أنا أعتقد أن كل دور عبادة، كل مكان ديني، أنا أعتقد يجب أن يكون هناك رقابة عليه. يعني لا يمكن أن أجد في مكان معين من يغسل عقول الشباب حتى يكونون دواعش. لا يمكن أن أسمح أيضا بمكان يسب فيه أم المؤمنين رضي الله عنها، لا يمكن أن أسمح في مكان أيضا يسبون فيه الصحابة. نحن نبحث عن ما يجمعنا لا ما يفرغنا. الآن أنا كسني لا أسمح بأحد يسب عائشة رضي الله عنها، لا أسمح بأحد يسب الصحابة رضي الله عنهم. الشيخ كشيعي لا يمكن أن يقال عنه رافضي ولا كافر ولا منشق ولا كذا، أنا لا أسمح أصلا حتى يقال عنه، أنا لا أسمح أن يطعن في عقيدته، لأن مهما يكون هذه عقيدته أنت لا تستطيع أن تقير. لذلك نحن يجب أن نبحث عن ما يجمعنا لا ما يفرغنا. مناهج التربية، إذا كان هناك في مناهج التربية أي شيء يطعن في أي طائفة بل أي دين موجود على هالبلد يجب أن يزال، ولكن لا يجب أن نحمل الأمور أكثر مما تحتمل. نحن يجب أن نبحث عن ما يجمعنا لا ما يفرغنا. البيت عليه مسؤولية. أنا أعتقد أن هؤلاء الدواعش خرجوا من 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 أماكن دينية وغسلت عقولهم بهذه الأماكن، لذلك يجب أن يكون هناك رقابة على هذه الأماكن. التربية الكل يتعلم من الوزارة، الكل يدرس بوزارة التربية، ولكن المساجد ودور الذكر ليس الجميع يذهب لهذه الدور. التربية أعتقد أنها ليس عليها لم ي... ها... ها... هذا الداعش أعتقد أنه جاء من هذه من 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 الحلقات الدينية التي غسلت مخها ولم يأتي من وزارة التربية. أنا درست في وزارة التربية، كل درس في وزارة التربية. أعتقد إذا كان هناك شيء يمس أو حتى يحس أي جزء من هذا المجتمع، أنا أعتقد أنه يجب أن يزال، بل لا يجب أن يكون أصلا موجود هناك.
ولكن لا يجب أن نركز، أنا من وجهة نظر لازم يجب أن نركز عن من يأخذ صغار السن وعن من يلقنهم ويعطيهم الكراهية للآخر. مشكلتنا إحنا مشكلة كراهية للآخر، متى ما أزيلت هذه الكراهية أعتقد أن كل شيء أزيل. دكتور مبارك البغيني الكاتب الصحفي والشيخ والخطيب السيد محمد كرم، شكرا جزيلا لكما لمصاحبتنا خلال هذه التغطية لتقديم العزاء لشهداء الكويت في مسجد الدولة الكبير، ونحن نواكب هذا الحدث من استوديو الأخبار. بعد لحظات الزميل مطر الهاملي يتابع التغطية. تحية لكم والسلام عليكم.